تمكنت وكالة فضاء الصينية سي ان اس اي من اطلاق القمر الاصطناعي هايون وان دي المخصص لدراسة المحيطات يوم 14 يونيو 2020 من منصة اطلاق تايون ساتلايت لانش سنتر على متن الصاروخ لون مارش 2 سي روكيت. القمر الاصطناعي الصيني الجديد هايون وان دي هو المرحلة الثانية من شروع الصين لدراسة المحيطات بعدما كانت تلقت سنة 2018 القمر الاصطناعي هايون وان سي اللي غادي يشكلوا شبكة صينية. الهدف منها هو تقوية قدرات الصين في دراسة المحيطات والموارد الساحلية ودراسة أدق للبيئة الإيكولوجية وحرارة سطح المياه وتوفير معطيات أدق في مجال الأرصاد الجوية والزراعة بالإضافة لاستخدامهم في مجال النقل البحري. وقال سيد باي زاو كوانغ مدير لجنة العلوم والتكنولوجيا بشركة تشينا سبيسات. الأقمار الاصطناعية الصينية الجديدة غادي تمكن الصين من دراسة أدق المحيطات من خلال التكنولوجيا الحديثة اللي خدامين بها واللي غادي تسمح لنا بالقيام بالدوران حول كوكب الأرض مرتين يوميا، شيء اللي غادي يمكننا من مضاعفة قوة عمل شبكة الأقمار الاصطناعية ديالنا. والجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الصينية سي إن إس إي تمكنت خلال سنة 2020 من إطلاق 13 مهمة علمية من أصل 40 مهمة مبرمجة لهذه السنة. ومن جهة أخرى فإن وكالة الفضاء الصينية كتستعد الامتحان صعب من خلال إطلاق المهمة العلمية تيان وان وان اللي غادي تاخذ السير أول مرة في تاريخها إلى كوكب المريخ من خلال مهمة مدارية أوربيتر وروفر اللي غادي يخليو الصين تكون منافس للولايات المتحدة الأمريكية في استكشاف الكوكب الأحمر. وبالإضافة لهذا فإن الصين كتستعد كذلك إطلاق المهمة العلمية تشانج أي 5 اللي هي عبارة عن لاندر اللي غادي يتم إطلاقه في اتجاه القمر باش يجمع عينات من التربة ويرجعها لكوكب الأرض. وصلنا لنهاية الحلقة، لا عجبكم الفيديو خليوا لايك أو تعليقات ديالكم، ما تنسوا تشوفوا المصادر في أسفل الفيديو وتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي Space Curiosities فضاء بالدارجة المغربية.